والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي إلا له دعوة وشفاعة قدمها في الدنيا إلا أنا فخبأتها يوم القيامة. ليش يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته حتى ينقذ بها ما يستحق الحب والاتباع والطاعة. يوم الطائف ناله من العذاب وطرد وأدمي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: والله إني كنت أهيم في قرن الثعالب. تقول عائشة: يا رسول الله حدثني بأشد يوم مر عليك. قال: يا عائشة، أشد يوم مر علي كان من قومك، طردوني من الطائف ورجموني وأدموني حتى همت على وجهي، حتى وقفت وأنا أقول: اللهم إني أسألك. اسمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، فينزل له ملك الجبال مع جبريل فيقول له جبريل: يا محمد، إن الله سمع مقالتك وإنه أرسل معي ملك الجبال، مره أن يطبق الأخشبين عليهم. فقال: لا والله، لا أدعو على أمتي، لا أدعو على أمتي، لعل الله، لا أدعو على أمتي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان أحوج إلى أن يدعو ربه حتى يكف بأسهم وشرهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ادخر دعوته وخبأ شفاعته إلى تلك الساعة ليشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط ذاك ما يقوم به صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام يدافع عن أمته وتعرض عليه أعمالهم عليه الصلاة والسلام. ونحن في مثل هذا الموطن نكثر ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أوس بن أوس في حديث يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله، أي بليت؟ قال: نحن الأنبياء حرم الله أجسادنا على الأرض، ولكننا لا ننفع ولا نضر، نشهد الله على حبه، فإن أبي وأمي وعمي وعرضي لعرض محمد فيكم وجاء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم؟ قالوا: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فلا إله إلا الله. زكاه الله جل وعلا في خلقه وقال: إنك لعلى خلق عظيم. ولا إله إلا الله زكاه في صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا إله إلا الله زكاه في قلبه وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولا إله إلا الله زكاه الله جل وعلا كله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع ذكره. ولو رفعنا لك ذكرك، فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.